شكله اطيب شاي بالهند، متاكد اني ما رح دوق مثله. شكرا كثير، يلا تفضل دوقه. يلا سومر. شو صار؟ أنا آسفة كتير، ما كنت منتبهة أنك رح تقوم. ما تقلق، لسه في شاي كمان. تفضل وسخ ثيابك شي. تفضل اشرب. ما بدي شاي. هلأ عن جد ميرا أنت هيك بتقدمي شاي الإنجليزي؟ ايرو سومر، يعني ميرا عملت كل جهدها مشان تعملنا الشاي، لازم ندوقه. مبين كأنه شي مخفوق، طعمته حلوة وتقيلة. صار لازم امشي، معلش خلونا نجتمع بغير يوم. ايه خلونا نمشي، يلا امشوا، يلا يلا شباب. بس يا سمر وقف شوي، لو سمحت لا تروح. وقف شوي، استنوا ابني، ما صار شي عادي، ميرا عملت شي غلط. لا 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 تقلقي بنتك ميرا، ما في منا بنوب. ميرا مو ممكن تغلط بشي، بس الحقيقة نحن اللي غلطنا لأنه أجينا نشرب شاي عندكم. يعني ميرا رح تتزوج عن قريب، لازم كنتوا تعلموها تعمل شاي. يعني لا بتعرف تعمل شاي ولا حتى تقدمه ولا حتى بتعرف تجهز السفرة، لهيك فيني أعرف كيف ممكن تتزوج وتهتم ببيتها؟ الشاي كان حلو وجبتي لنا اياه بكاسات فخار، هيك بيتقدم الشاي الانجليزي؟ الظاهر حضرتكم ما بتعرفوا انه ما بينشرب الشاي بهالطريقة. وقت بتتعبى كاسة الشاي لآخرها بيكون شاي مخمر. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.